ألو. ألو. يا مرحبا. كيفك دكتور؟ الله يعافيك. تفضلي يا أختي. ألو. تفضلي يا أختي، أهلا وسهلا. دكتور أنا هنادي. أهلا 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 يا هنادي، كيف حالك عمو؟ أهلا فيك، الحمد لله بخير، نشكر الله الحمد لله رب يا العالمين. مرحبا، أنت شو كان طلبك يا هنادي؟ أنا كان طلبي دكتور إني أحكي معك وأسمعك وأطلب في أي طلبين إلي عندك نفسي تحقق لي إياهم إن شاء الله أنك تكتب يا رب. الله يقدرنا يا رب. آمين. هنادي قديش عمرك أنت؟ أنا عمري 19 سنة. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. أي هنادي أنا دكتور مرض السرطان وإلي طلبين عندك. تفضلي. الطلب الأول بدي إياك تدعي لي على الإذاعة أن ربي يشافيني. يا رب يا رب. هاي بندعي لك إن شاء الله الآن، بندعي لك بعد ما نخلص. أيوة إن شاء الله. الطلب الثاني دكتور نفسي أطلع أنا وأمي رح عمرة، أزور بيت الله الحرام. بدك تروح العمرة؟ أنا وأمي. حاضر. طيب بدي أسألك سؤال. تفضل. اللي بيروح على العمرة اللي بيروح على العمرة شو بيقول عشان يروح على العمرة؟ ولما نوصل هناك ونشوف الكعبة شو بنقول؟ شو بنقول؟ شو بنقول؟ هنادي. نعم. شو بنقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أيوة. إن الحمد والنعمة لك لبيك. يلا مبروك. الله يبارك. مبروك 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 إلك لأمك إن شاء الله، عمره إن شاء الله عمرتين إلك لأمك إن شاء الله. دكتور في طلب واحد كمان. يلا الدلل يا نادي يلا. الله يخليك دكتور، نفسي أشوفك. طيب أنت موجودة بمركز الحسين ولا بالبيت؟ لا بالبيت. طيب إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى برزقني وإني أزورك إن شاء الله. أختنا هنادي يا إخواني يعني فتاة ربي سبحانه وتعالى ابتلاها بمرض السرطان، فمبارح بيحكوا معي مركز الحسين للسرطان الله يجزيهم الخير، وقالوا في عنا بنت أمنيتها تحكي معك، فقلتهم طيب تحكي مع الإذاعة علشان ندعي لها كلنا. فهنادي إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بحقق لأمنياتك، تعالي خل ندعي لك وتكوني معنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيك وأن يعافيك وأن يذهب ما بك من بأساء وضراء وألم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم حرمة للكتاب الكريم وتصديقا لنبينا سيد المرسلين أن يمسح عليك بيد الشفاء العافية المشافية التي لا تغادر بأسا ولا ألما ولا سقما. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذري. الله يشافيك يا نادي ان شاء الله، وربي سبحانه وتعالى يشافيك ويعافيك يا رب. والله يا دكتور ما بقدر اوصف لك فرحتي اني حكيت معك اليوم. لا ان شاء الله ربنا بفرحنا احنا كمان بشفائك، وتقولين تبشرين يوم انه الحمد لله رب العالمين. الله على كل شيء قدير يا نادي، الله على كل شيء قدير، وربنا خلق الانسان في احسن تقويم، ومرات سبحانه وتعالى بيبتلينا، لكن دائما نقول يا من يغيث المستغيث. همك همي مع الدكتور محمد نوح.